السلام عليكم، زوج الأول، بونجور بونسوار. دونك دو روتور مرة أخرى، ولكن هذه المرة والله العظيم دي فوا دائما نبدا هكذاك لا فيديو، دائما يزعفني واحد هكذا، ما يزعفنيش باسكو اتاكاني هنايا ولا دار لي حاجة بيرسونيل. لو بروبليم سيكو رانا نشوفو الناس اللي راهي في الخارج اليوم راهي تتقاتل بيناتها. اوكي، نورمالمون الجبهه الداخليه تكون الاز، الجبهه الداخليه تكون كما نقولوا فرحانه، الجبهه الداخليه تكون ملتحمه. كي كانوا السكاكين من الخارج يدخلوا في الجبهه الداخليه مهما كانت الاطياف تاعها كانت متلاحمه، كانت متلاحمة. اليوم كل جبهة الخارجية، كي نقول الجبهة الخارجية هذو كل لي سوا ديزون اوبوزون اللي يستعملوا الرذالة، اللي يستعملوا اي شيء باش يسقطوا الدولة الجزائرية، ما عندهمش اي مشروع باش يقابلوا به الشعب الجزائري. دونك اي حاجة يشوفوها هذه راتت الباك، هذا ولا وصلوا روطار ما حلوش الباب، الماء مثلا، الحراقة مثلا، الدراهم ما كاش في لابون كيتو، يستعملوا هذا لان ما عندهمش حاجه قويه في يدهم باش يقابلوا النظام هذا اللي يقول لك النظام لسوء الحظ. لسوء الحظ الناس اللي كانت تبع فيهم، كنت تبع فيهم ماشي باسكو عندهم ان بروجي دو سوسيتي باش يقدموا مثلا حلول على لونفيرونمون، على السياحه، على ليكونومي، كيف مثلا نجتازوا هذه المرحله هذه تاع مثلا كورونا. ما عندهمش اي حلول، مي عندهم دي فيو الرغاله. الناس ما عندهاش واش دير في البلاد، تشوف اي حاجه كما هذاك الكلون هذاك غني مهدي مثلا يقولك واش قالوا في الجهنم، يعاود واش قال في الجهنم افيك كما نقولوا بالضحك. حنايا مدى بين الصحافه الحقيقيه معليش تهضر واش كاين، ممسي يضربوني يقولك مثلا الجهنم هذا يهضر على هذا على لا كوريبسيون، الجهنم هذا يوري حاجه مثلا اي حاجه علاقه جنسيه مثلا بين واحد مع لا سيكوريتي تاعو، باش علاه باش يوعي الشعب. الصحافه تقول لك لقيت هاد الاشياء في لا سوسيتي، ماذا بينا الناس الاخرين ما يديروش لا بيتيس هاد هكذا. دونك اليوم واش نشوفو، نشوفو باللي الناس يستعملوا هذه يجيبوا مثلا جارنان يقولك شفتوا واش كاين في البلاد. حنايا مثلا باش تكون صحافه انديبوندونت باش توري واش كاين في لا سوسيتي، تعاون الحكومه هكذا، تعاون الحكومه. ما للاسف الشديد على ندير هكذا باش كاين واحد الانسان هنايا، للاسف الشديد مش رانا نشوفو في لا سوسيتي، رانا نشوفو باللي يستعملوا هذوك تاع الجرانن وتاع القناة يقول لك شفتوا واش كاين في لاسوسيتي هذه. نوصلوا للصحافة مثلا، على قلت لكم راني فريمون دي فوا نتقلق شوية كي نشوف هذا مثلا واحد كيما هذاك فيصل، هذاك فيصل خرشوش ولا كرشوش يقول كان صحفي، بصح كي يهضر يخلط يقول لك مثلا هنايا الامازيغيه باش ما تكونش ان فونت كوميرس. الصحفي هذا الصحفي ما يفهمش باللي كي تقول لواحد ان فونت كوميرس اوكي هي كنايه ماشي فقط باسكو انت حليت كيما نقولوا اليمونطاسيون جينيرال، قال لك واحد مثلا او يستعمل لا دروغ او يتاجر في لا دروغ، كيفاه انت تدخلها لا كونستيتيسيون باش الانسان ما يتاجرش في لا دروغ. هذا نقولوا صحفي، هذا مثقف، هذا
للاسف الشديد كي نقول ان فون دو كوميرس ما تكونش يعني مثلا كبطاقه الواحد ما يلعبش بها، الدوله لازم تتهلا في الاشياء هذه. هو ده المقارنه مع الامازيغيه، كي تنحيها من الناس اللي يتلعبوا بها قال لك صافي المخدرات سي ان فون دو كوميرس، واحد يتاجر بالمخدرات او يدير المقارنه بين المخدرات والامازيغيه. كي شفت واحد صحافي خرج من الصحافه الجزائريه او يدير تضليل كيما هذا، دونك ما بقاتش الصحافه في البلاد، ما بقاتش يقول لك انا نعرف هذه وندير هذه، نعرف هذه وندير هذه، بصح كي يهضر نيفو تريبا، نيفو تريبا. نورمالمون كي يخرج واحد من الصحافه يروح لعين المكان يجيب لك الانفورماسيون يدققها، ومن بعد هو يعطيها ناتر للشعب الجزائري، ومن بعد كي يدير كيما نقولوا كاينو دي باج في الجورنال، دي باج في الجورنال يقولوا لهم اوب اد. في الاوب اد هذيك واش يدير؟ يعطي الصحفي يعطي لوبينيون تاعو، لان الصحفي عنده شخصيتين، عنده الشخصيه تاعو تكون ناتر يروح يجيب لانفورماسيون يخرجها للشعب الجزائري، ومن بعد الشعب الجزائري هو اللي يدير تقييم لانفورماسيون هذه، اسكو تروح من الجهه السيئه ولا تروح من الجهه السلبيه. دونك واش رانا نشوفو هنايا؟ رانا نشوفو الصحافه، الصحافه يدير فقط واحد لابوزيسيون، ومن بعد لابوزيسيون هذه تقول كيما نقولوا في امريكا بايز، يعني تكون متجهة إلى كما نقولوا اللفت ولا الرايت، يعني تكون سواء متجهة إلى الشمال نقولوا رايت يعني اليمين المتطرف، ولا تكون لفت ليبرالز ليبراليين، تكون عقلية تاعو كيما هاي. ولا مثلا واحد صحافي يستعمل هذا، مثلا هذوك الصحفيين الإسلامويين يخرج هذيك الاشياء من قلبه، ما يكونش صحفي معتدل، يكون في الوسط يجيب لك لانفورماسيون. انت يا ايها الشعبي انت ذكي، خمم مخك ومن بعد تشوف اسكو هاد لانفورماسيون اللي جاب لك هاد الانسان تخرج الى شيء صالح ولا تخرج الى شيء طالح. لسوء الحظ لي جورناليست كيما رانا نشوفو اليوم سي دي جورناليست تاع كوميرس، يكون الايديولوجي هذيك ولا فيزيون ايديتوريال هذيك تاع الجرنان هذاك ولا تاع التلفزه هذيك تدي الصحفيين باش ما مسي يقول كذب، يكذب باش يتبع الجهه تاع الصحافه هذيك. شفتوا وين ولينا؟ ولينا باللي هادو الصحفيين اللي خرجوا ما عندهمش اي قيمه، لان اليوم امير ديزل يقول لك صحفي، نشوفوا منار مناصري تقول لك انا صحفيه، خرجوا من الشارع، الصحافه تاع الشارع ولات يقول لك مدون اعلامي. اي واحد اليوم تلقاه مدون اعلامي كاتب صحفي يخرج باسكو دار اون ايميسيون مره مع اوراس تي في ولا مع رشاد اي حاجه يقول لك انا مدون، يولي عنده الحق يدير اي حاجه، ما كاش الاحترافية. على هذا كي نشوف انا اليوم نشوف اناس اللي نورمالمون يجيبوا الانفورماسيون من عين المكان، لان الدولة الجزائرية ما راهيش موجودة في كل الاماكن، انت اللي توصل اي المكان اولا، دونك تجيب الانفورماسيون تسقسي على هذا. مثلا واحد يقولك مثلا كاين اكسيدون كاين 8 تاع الموتى، واحد ثاني يقولك تاع 4، انت لازم تروح لعين المكان هذيك تجيب الحقيقة. والدولة نورمالمون الصحافة تعاون الدولة، جيب لها مثلا وين كاين القصدير، وين كاين النظافة ماكي مليحة، وين كاين أي حاجة، أي حاجة، هاي لك الصحافة الحقيقية اللي تبني بلادها. بصح اليوم مش راني نلقى هذاك فيصل، هذاك ختال، هذاك أنور مالك، منام مراصري، هذاك امير ديزا، كاع اللي يسميو رواحتهم اعلامي مدون كاتب،
واش راهم يديروا اليوم؟ واش راهم يديروا؟ اللي قام يديروا طائفية. شكون اللي عنده بروبلم مع العربية ولا مع الإسلام ولا مع انتوما اللي عندكم مشكلة مع الأمازيغية؟ درتو فيها درتو حالة ايه صوت لا ولا صوت نعم على على الدستور. شكون اللي جاب خبار بك؟ بصح انت ما راكش محلل، ما راكش صحفي تاع تجيب مثلا تجيب النعم تعطي له الكيل تاعو، تجيب لا تعطي له الكيل تاعو، بعد تقول للشعب الجزائري انا صحفي نورمالمون نجيب المعلومة. دونك انتوما نورمالمون انتوما ديروا التقييم وتفوتيو كيما بغيتو، وبعد نتوما راكم تفرسي ولا لا، علاه تفرسي ولا وتجيبوا. انا لا ماجوريتي اللي راني نشوفهم هنايا يخدموا لي اجنده خارجيه. دونك الاجنده الخارجيه عندها غرضين، الغرض الاول هو باش تزرع هذه الجزائري يقعد مرتبط بالعربيه بالعقيده بالعرق ولا كولتور عربيته، ام يفينونسيو فيكم في السعوديه ايتو وجهات واحد اخرى. وثانيا باسكو كي تفينونسي انت جهه واحده، خطر عندنا هذه من المده وهناك دي جون لي يفينونسيو هذه الجهه هذه المتطرفه اتجاه الاسلام اتجاه الدين اتجاه اللغه والعرق العربيته. هذا واحد. ثانيا كي دير هذا انتم ما راكم ديروا بدراهم لانكم مرتزقه، راكم ديروا هذا بدراهم. واش تخلقوا الانشقاق. ايه ومن بعد هذاك المسكين هذاك الامازيغي مامسي بور سي تان جاست، حط الامازيغيه هذه سي تان جاست في لا كونستيتيسيون، الناس الاخرين كاع يتبعوكم. وراه المشكلة مثلا اليوم نلقاو مساجد راهي دير الخطبة بالقبائلية بالأمازيغية بكل اللغات الأمازيغية. وراه المشكل باش انت يا العجايز هذوك الناس اللي يروحوا يصليو وما يعرفوش العربية الفصحى، للوسمو هذاك اللي يقدم الخطبة يقدمها باللهجة ولا باللغة تاع لا ريجيون، ما كاش اي مشكل. جاو يصليو ما كاش اي مشكل. المشكلة انتوما اللي عندكم المشكلة. اليوم اللي راني نهضر اليوم عندك 90% من الشعب الجزائري ما يهضرش العربية الحقيقية الفصحى، هكذا باش نقولوا ذهب عمر وهكذا، ما كاش حتى واحد يهضرها للأسف الشديد. مام لي كور داخل المسجد نلقاهم الأناس يديروهم بالدرجة، يهضروا مع الدراري بالدرجة، كاش أي مشكل. المهم الانتليجنس هذيك باش العلم هذاك يدخل للأطفال لازم يفهم بأي لغة. انتو ما عندكم العقدة اليوم. أنا ما عنديش العقدة، راني نهضر بالعربية ماشي أول مرة. أنا من 2007 عندي إسطوار هذه مع العربية. كي دخلت لأمريكا دونك ما عنديش أي عقدة. أنتم اللي عندكم العقدة. أنت تقولوا شكون مثلا هذا أنوار مالك راه يضرب في لا ريجون تاع القبايل صباح وعشية. لا ريجون تاع القبائل عندهم النيف، واش يديروا لك؟ انا نقولها لك ديريكت، فهمها ديريكت ولا فهمها باللي، لان هناك بعض الناس يقول لك هذا الميساج تاعك راسيست. ما تشي راسيست يا عبد الله، كل واحد تنحيه تقول لك انت ما تيكزيستيش، يا تهضر العربيه يا ما تهضرش، ما تكونش في لا كونستيتيسيون. هاي لك انوار مالك واش يقول لك؟ من بعد يدخل الدبوز يلقى الزول، واش يصرى من بعد؟ واش يصرى؟ لا تقولوا الواحد انت ما تبارتيسيبيش، ما تسالش في البلاد هذه. نقولوا مثلا الناس
يقول لك مثلا الفرشيطة، الفرشيطة ولا الانفصاليين، يا عبد الله الانفصاليين، انت بديت اليوتيوب، بديت اليوتيوب من 2017، اوكي، كان حتى واحد ما يعرفك، اوكي، باش انت تقاوم الانفصاليين. كان اناس يقاومون الانفصاليين في تيرا من بكري، دونك لازم تسأل سؤال علاه هناك انفصاليين، لازم تسأل سؤال علاه كان الغضب هذا، علاه تسأل سؤال باللي الانسان عنده ردة فعل. انت راك تبوسي فيها، انت ما قريتش الفيزياء، الفيزياء كي تبوسي حاجه ديرها اكسيون 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 تولي لا رياكسيون تخرج، هذا في الفيزياء. الروسور تبوسيه 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 هكا تطلقو يولي البلاستو ولا يديباسي لا لونغور هذيك الاوليه تاعو. علاه كي راك تدير الضغط عليه، دونك الانسان هذا كي دير له الضغط هذا تقول له ما تقراش في المسجد، تنحي له لا تلفزيون، تنحي له لا راديو، تنحي له القندوره تاعو، تنحي له هذا، ومن بعد هو واش يدير؟ يدير رده الفعل. ممكن رده الفعل تكون بوزيتيف، تكون نيجاتيف. دونك انتوما واش راكم ديروا على هذا؟ راني نكومباري الجبهه الخارجيه والجبهه الداخليه، لان اليوم هذو كاع الناس اللي راهم برا تكسروا كاع، ياك تكسروا. كاين الناس راهي تخدم ديريكتومو على العلن، وكاين اناس راهم يخدموا تحت الطاوله، ما يبانوش وجههم، ما تعرفهمش، ايتو راهم يخدموا، يضربوا فيهم ايتو لي كومونتير، ولا يخدم في 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 التيران، يبعث دي دوموند ايتو لي ناسيون زوني، يهضر مع اناس على بدون ما يديرش شوشره، ما يديرش لا بوبليسيتي. انت خرجتي يوم ولا زوج درت هكذا، الناس كانت ما تعرفكش. 2019 كان قايد صالح، خرج قايد صالح، خرجت معاه نتايا، وليت حاجة مهمة في الدنيا، ومن بعد وليت راك تهدر هكذا زيرو قبايلي من هادي وهادي. واش تكري اليوم؟ اليوم لان بكري ما كاش اليوتيوب، اوكي، انت علاه الناس راهي تعطي الحق للانفصاليين اليوم؟ علاه؟ لان التيران بغيتو تلعبوا فيه وحدكم، ومن بعد هما بكري ما كاش اليوتيوب، الناس ما بقاش تجاو لانيتو، لان من بكري كاين دي كومونتير، كاين مثلا جرانن تهضر على السيستم هذا، كاين جرانن متجهه ديريكتومون الى الناس تاع الجهه. دونك لازم تكونوا اذكياء، هذه تكون في الدستور ولا ما تكونش، ولا انت كما نقولوا ما جابش كاع الانسان خبر تاعك. اضافه لان انت يا ما راكش تهضر العربيه تاع الصح، ما راكش تهضر الفصحى، والناس ما تفهمش كاع الفصحى. يروح تشوف المسيد اليوم تاعنا وين ولينا. انا نزيد لك واحد الحاجه، لان انا نعرف اشياء تاع حقيقيه، ماشي كيما انت تقول له كان نقول واش نعرفيتو. لان انايا هنا لو كان نقول لك تاع الحقيقه، ولا نحط واحد التصاور في اليوتيوب ايتو تخلع، هذاك ستان سكري ما جامي نخرجو اليوم. دونك باش تهدرني على العربيه مثلا، نعطيك واحد الحاجه، يهوديه كل سنه تروح الى مكه، الخدمه تاعها هي باش تروح دير، باش تروح دير، يقولوا لها لوديت مثلا، على بالك هذوك تاع الزكاه تاع السعوديه ودراهم اللي يدخلوا من مكه ايتو من الحج والعمره، عندهم كما نقولوا ان كاس سبيسيال. هذه الاكسبير، هذه المراه هذه تروح من امريكا، تروح الى السعوديه باش دير لوديت تاعهم، تعاود الحسابات ايتو، تشوف شحال دخلوا شحال خرجوا ايتو، شحال صرفوا في هادي ايتو، كاين لي سوسيتي بزاف يخدموا ايتو، هذا الشغل تاعهم. لان انا شفت الكونترا تاعها واش دير تما. هذه يهوديه، اصول يهوديه بصح راهي في امريكا،
الفيزا تاعها يخرجوه في ساعة، لأن عندك 24 أور 24 ساعة، هي يخرجوا له الفيزا تاعها في ساعة. ندي الباسبور تاعها، نجبد الفيزا تاعها في ساعة راهي واجدة. بصح الإسلاميين ولا الإسلاميون ولا المسلمون ولا العرب دي فوا يقولوا له، لأن أنت تخلص 24 ولا تخلص صادي برش حتى تخلص نتايا، كان أناس 3 شهور ما عندهمش الفيزا. ياك عرب يروح باش يصلي، يروح باش يعبد، يروح باش العمرة، يروح باش الحج، يروح باش أي حاجة، بصح لو فات كو عنده باسبور عربي يهدر العربية، لي زوريجين تاعو عربي ومسلم، يشوفوه كيما الشيفون هكذا، يشوفوه كيما الشيفون. بصح أنايا، أنايا ما نظلمش الأناس هذا كي نشوفهم، حنايا العربية ومكة والعقيدة وسموتوتو، بصح هما ما يشوفوكمش كعرب، يشوفكم الزبل. أنا شفت بعيني كيف يتريتيو العرب، ما يحسبوكمش كاع، تحطوا له الفيزا إيه، يدير لكم ديجا عدد معين باش تدخل انت الى مكة المكرمة، باش تروح تزور انت مقام تاع الاسلام، هما اللي يديسيدو شكون يدخل شكون يخرج. انتايا في الجزائر درت لهم حالة اكثر من الحالة اللي داروهم السعودية، ماشي يكرموا مثلا الناس تاعهم، يكرهوهم كاع الشعب تاع السعودية، يكره كاع السلطات هذه. انتوما في البلاد في الجزائر درت لهم قيمة باسكو يعطيكم العط، يعطيكم العط. هذه واحدة. ثانيا، هما اليوم ما يشوفوش المغرب العربي باللي راكم عرب، اوكي، لان انت راك قاعد في ديدوش مورا، راك تدور ما على بالك واش راه صاري في الدنيا. لازم الناس تكون عندها النيف، لازم تكون عندها الشرف. كي يقول لك واحد انت ماشي عربي، ما تسالش في العربية انت، بصح انت في اليوتيوب راك دارت قمة، درت حاجة بلي حنايا جينا من اصل هذا، من اصل هما ما يشوفوكش كاع والله العظيم. اي نقولوا غدوة حط الفيزا تاعك الباسبور تاعك، ولا تقعد سنين باش يعطيوك الدخول باش تروح للبلدان العربية. بصح امريكي ولا يهودي حط الفيزا تاعو دقيقة كشتاوه هيتو، يعيط لك اروح تديه واجب بالخوف. لا، على هذا لازم تفهموا واحد الحاجة، كي تبوسي، وانا قلت لكم تبوسي وتبوسي وتبوسي والقبائل، ما مسي هو ما عندوش اي علاقة مع الانفصال، ما عنده اي علاقة مع اللغة، مسكين واحد خدام خاطيه كاع البوليتيك، تروح تمسو في حاجة تاع يماه، يهدر مع يماه بالقبائلية، ما تعرف لا فرونسي ما تعرف اي لغة، يهدر مع يماه بالقبائلية تو. غير هذا اللي عنده يعني كما نقولوا البريستيج، حاجة يعني تاع الثقافة تاعو، تروح انت تمس هذيك الحاجة، هذيك يدير لها القيمة، الحاجة هذيك هو اللي يجي عندك باش هو يحبك، باش هو يتفتح ليك، باش يقرا العربية تاعك، باش يدخل للقرآن، باسكو ما عندوش أي عقدة معاك خلاص. انت تروح تحبسه ومن بعد شوف الغباء. انا نقول لك غبي، اسمح لي انا نتبعك دي فوا، مين نقول لك باللي غبي صحفي خرجت من الصحافة الجزائرية، تكومباري لا دروغ، تكومباري المخدرات على اللغة، كي تكون اللغة في الدستور، لأن كي تكون اللغة في الدستور يكون العرق في الدستور باش تحمي هذوك الأناس، هذوك نقولوا أقليات أخويا، فهمت؟ أنت راك تدور ثم في مقام الشهيد، ما على بالكش واش صرا في نيويورك، في واشنطن، وسويسرا. اليوم عندك قانون جديد، هناك قوانين جديدة، قوانين جديدة تفورسيك دير حاجة انديريكتومون. بكري بكري كانت القضية هذه تاع الانفصال كانت موجودة في الجزائر، الناس ما فهمتهاش،
كي كنت انت راقد، كي كنت انت راقد قبل اليوتيوب هذه، الناس كانت تتناطح مع هذوك الناس، فهمت؟ تتناطح مع هذوك الناس اللي يعرفوني يعرفوني. البروبليم سيكو جا اليوتيوب، جا الفيسبوك، ايتو انتوما وليتو شيء. بصح اليوم كان قوانين انترناسيونال، كان هناك قوانين دوليه يشوفوا باللي اللغه هذه، يشوفوا باللي اللغه هذه ما عطيتهاش القيمه في البلد هذه. تتدخل اليونسكو، واليونسكو كي تتدخل، لان هناك قوانين باش تحترم، باش تحمي هذاك هذاك العرق. ومن بعد واش يصرى؟ واش يصرى؟ دونك تشوف الدوله هذه ما التيتش بها، تشوف هذو كيما انت كيما الاخرين ايتو، راكم تضربوا 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 والناس تتبعكم. لو كنت تعرفوا بالقوانين هذه تاع اليونسكو، غدوه تروح تفوتي نعم على الدستور، غدوه تفوتي نعم على الدستور، تقولهم لازم ياك انت وطني ما بغيتش الانقسام، يروح تشوف القانون هذا تاع اليونسكو غدوه. دونك واش يصرى باش تولي هاد باسكو كي يكون العدد تاع لي جون اللي راهم يهضروا اللغه هذه يتقلل، يقول لك لازم نحميوها وتولي كيما نقولوا في لا لوكاليتي هذيك. دونك دخل اليونسكو، معليش ماذا بي انا كاع الناس تهضر بالقبيليه، بصح انا عندي كيفاه لازم يهضروا بالقبيليه، يهضروا بالقبيليه فرونسي العربيه التكنولوجي، يتعلموا هاد لا لونغ باش تبقى للاجيال. دونك كاين اوناس يقول لك نقراوها من بعد نوليو نديرو بها كل الدروس، كاين اوناس يقول لك لا تكون اون فيليير باش الناس تتعرف عليها. فهمتوا الفرق الموجود اليوم؟ دونك غدوه واش يكون باش تتحمى هاد اللغه هادي؟ لازم الانفصال، لازم. دونك انتوما ما فهمتوش الموقف اليوم، باللي كاين اناس متزوجين، كاين اناس عايشين في الغرب في الشرق وهران في العاصمه، اصولهم قبيليه، ماذا بهم ولادهم يهضروا بالقبيليه، بصح ما يهضروا بالفرنسيه، ما يقراوا بالفرنسي. شوفوهم مثلا، انا قلت لك في العاصمه كي تروح يا خو، راكم دائما في لي بلاطو تاع التلفزيون ايتو، بصح حقيقه واش راكم ديروا؟ راكم ديروا هذا الانشقاق هذا. ممكن لان هناك نخبه اللي راه تخمم طور العربيه، بيان سور طور العربيه، طور الامازيغيه بيان سور طور، يقول لك هذو الناس مثلا يقول لك كيفاه تطور اللغه، بيان سور تطور اللغه افيك لا تكنولوجي، هناك اسماء جديده افيك لا تكنولوجي دخلنا باش تدخل انت في الاورديناتور، هذا يسموه تطوير. كاين ناس، كاين اشياء، علاه الناس راهي دير اليوم لي ماجستير ودير مثلا لي ريشيرش في اللغه، لان دائما هناك اشياء جديده، هذا اسمه تطوير. دونك يقول لك مثلا هذا كرشوش هذا يقول لك هاد اللغه ما عندهاش لي نيميرو، ما عندهاش. اولا يا اخي الكريم، قبل ما تهضر لازم تشوف لي استوار، لان لي نيميرو اول من استعمل لي نيميرو اوكي هما الاراميين، ومن بعد ما استعملوش صفر على بالهم باللي كاين حاجه اسمها صفر، ما عطاولهاش الاسم لفيد، لفيد الاولاش اوكي، بصح ما عطاولوش الاسم هذا. راحت لي نيميرو هذو كي راحت لاثينايتو، عطاو لهم القيمه هكذا كما نقولوا كوانتاتيف. دونك على بالك انت واحد واش يسوى باللا كونتيتي، هما اللي طوروا هذا الاشياء. هذا العربيه دات لي نيميرو من الاراميه، ومن بعد ولاو لي نيميرو هذيك حتى العربيه، باش لان شكون اللي خلق الصفر؟ ارخميدس. ارخميدس ماشي عربي، على ان ارخميدس هو فارسي،
دونك هذا هو كي تقول انت كيف لي نيميرو اليوم كاين لي نيميرو بكل اللغات، انت تديهم تخلق حاجه في لا لونغ هذيك تاعك. حنايا نقولوا بكري يقولوا يو ون سين ثلاثه قراض ورافر، تقول هذا بصح تعطي له انسيني. كما اليوم في العربيه هناك كلمات جديده دخلت ما تلقاهاش كلمات اخرى في العربيه، اوكي ما تلقاهاش كلمات اخرى بالعربيه. دونك مثلا في القران يهضروا على الكواكب، بصح لا سيونس عطات الاسماء للكواكب هذه، الالكترون البروتون. القران هضر لك على ذره، اوكي من عمل مثقال ذره صغيره. دونك على بالنا باللي كاين الذره من صغيره في القران، دونك عطات كيما نقولوا ليبوتيز الفرضيه للعلماء، دقوا لقوا باللي هناك شيء اصغر من الذره. دونك خرجوا لك لي بروتون الالكترون، فهمت؟ دونك هذو ما كانوش موجودين في العربيه. دونك تطور هذه العربيه اللي كانت ما تعرفش انت تعرف كاين غاز البوتان ولا غاز البروبان، ما كانش موجود في العربية. دونك اليوم هذه تطورت اللغة، سرقت هذوك مثلا الكلمات من التكنولوجيا الجديدة، ونزيد مثلا، فهمت؟ كاين أشياء مش كيتش موجودة فهمت، البترول ولا الزنك ولا أي شيء هناك كما نقولوا شافوه جديد في العالم دخل للعربية. الحاجة اللي ما كانش بكري هكذا، على بالنا بلي كان المعدن، بصح المعدن هذا ولا عنده بزاف المشتقات. دونك هاي اللي كيفاه تطورت اللغة، ولات تسرق من كلمات ألمانية، كلمات مصرية، سميتو كلمات إسبانية، كلمات إنجليزية، كلمات فرنسية. احنا عندنا مثلا نقولوا أقراف، بصح كاين الناس راهي تقولوا أكرطاب اللي هي كلمة فرنسية. دونك هناك عندنا باش تهدرني مثلا تقول لي القبيليه ولا الامازيغيه ما عندهاش مثلا القواعد، ما عندهاش. كيف ما عندناش القواعد؟ تروح انت دير لا كونجيغيزون، اوكي دير لا كونجيغيزون، انا نزيدها لك بالقبيليه نقول لك عندنا الضمائر الموجوده بالعربيه عندنا الضمائر بالقبيليه. دونك كاين اشياء جديده دخلت على العربيه، ممكن تدخل على الأمازيغية، ما هيش عيب. كاين أشياء موجودة في العالم في القبائلية، كي يديروا مثلا الشعر بالقبائلية، كاين القافية، كي يديروا الشعر بالقبائلية كاين الكناية. دونك انتايا في بالعربية كاين المكنية ولا القبائلية يقولوا الكناية ديريكتومون لا ميتافور. كي نديرو مثلا سوتو في القبائلية تحشم مثلا، تروح توصف امرأة ولا تروح تهضر مع امرأة ديريكتومون. الناس بكري كانت تستعمل الأمثلة لأن تحشم ديريكتومون، تهضر على أشياء مباشرة. الأغاني كلها الموجودة بالقبائلية تلقى ملايين الكلمات تمثل شيء آخر، يهدرك على امرأة بصح هو يهدرك بأشياء أخرى. والقافية موجودة في الشعر القبائلي، علاه؟ دونك انت مثلا تقسيم مثلا البيوت، هذه شيء جديد دخل على العربية، ممكن نديروه في الأمازيغية، ماهوش انسيونس يعني كبيرة، موجود
فاعل مفعول استفعلت، تلقاه مثلا على وزن انت دير قالب وخوريتو. نشوفوا كيف نديرو هكذا بالامازيغيه، سي با اون نيسيسيتي، فهمت؟ والعربيه كانت قبل الاسلام الناس دير الشعر دير المدح، تو كاين تطور. علاه قعدت؟ علاه قعدت خلات واحد المكان؟ لان هناك الدين، الديانات الاخرى عندهم اللغه تاعهم، قعدوا كيما راهم. كاين تطور بصح قعدوا في الدين، اي لغه اللي دخلت للدين قعدت في المكان تاعها. اليوم نشوف اناس راهم يضربوا في اخواتهم، بلد الواحد يهضروا على الوطنيه، هما واش راهم يديروا؟ لان انتم من بعد يقول لك تقبل يكون ضربوا واحد اخر في لا كونستيتيوسيون، تقبل يدور بيان سور، يولي كل شيء ما موجود. علاه؟ انت اللي راك تبوسي، انت والجماعه تاعكم اللي ما تعرفوش باللي واش راكم ديروا، واش راكم ديروا اليوم ما داروا اي واحد. بكري كاين الكتب، مثلا تروح مثلا للكتب تاع سميتو هذاك، هذوك الناس تاع القيم كانوا اشد منكم طائفياتو. بصح شكون اللي تعلم؟ هذوك الناس اللي يروحوا للدومان هذيك، يجبد كتاب مثلا، يهدر يضرب في القبائل، يضرب في الكاهنه، يضرب مثلا في الناس اللي داروا الجهاد في البلاد، ايتو المراه مثلا. دونك علاه ما عندوش اي تاثير؟ ما عندوش اي تاثير لان الناس ما راحوش للكتاب هذاك في الزمن الماضي، هكذا ما عندوش اي تاثير. نفس الشيء بالنسبه للانفصاليين، كانوا من بكري كانوا ناس يجريوا على الهويه، يجريوا على الاشياء هذه، بس ما عندوش صدى. على ما عندوش صدى لان الناس ما تقراش. هاي ليك كاين الكتب هذه موجودين، وناس ضد القبائلية، وناس ضد الأمازيغية، وناس قبل هذه الكتب موجودة من 63 65 حتى 80، كتب اليوم خرج البي دي اف، خرج الأورديناتور، ايتو رانا نشوفو هذوك الناس ماتوا، اعتقلوا، كانوا في الإقامة الجبرية، ايتو لأن الدولة على بالها بلي واش راهم يكتبوا طائفية، حطوهم في الإقامة الجبرية حتى وين ماتوا. إيه الدولة على بالها، ممسي الدولة كانت منحازة إلى الطائفة هذه تاع العروبة والإسلاميتو، ثم اللي دارت المشكلة الدولة. دونك الدولة واش دارت؟ لقات هذو الأناس تلعبهم بالعاطفة، ينتخبوا عليهم، يخليو جهة معينة في البلاد. دونك الجهة هذه انتفضت. كيف انتفضت؟ هناك دي زوبورتينيست اللي ما عندهمش باش يوليو للقيادة، ايتو لقاو شي اذكياء، لقاو شي باش امبوسيبل الدولة تعطي لهم الحق. دونك ولاو سي دي غرون، يعني اشياء مهمة في العالم، لان الدولة قالت لهم ما نعطيكش الامازيغية، ما نعطيكش هذه. هو او يجري بحجة انك انت خليته ما ديفلوبيش المنطقة تاعه. الناس تعطي له الحق، تروح انت لتيزي وزو تلقى ما كاش مرافقيته، تولي تعطي له الحق. ومن بعد انت يروح يجري واحد بضرب وتحبسه، ومن بعد هذا بواحد بجياس كاتريك وتاع جياس كتحبسه، صافي راك تغذي ان بونسي هكذا، ناريير بونسي. نلقى اليوم وناس صحفيين قراو راهم خرجوتو، الناس تاع برا الله لا تولي، راني نشوف الناس تاع الداخل راك تضرب في هذا غدوه، تضرب في هذا غدوه. ومن بعد انا ما نتفاهمش معاك، بصح اونريس دائما في نفس الوطن، نشوف كيفاه نخلقوا وطن. انت تقول الوطنيه
الجزائري كيف تخلق جزائرية إلا أنت نصت عن لا بوبيلاسيون ما بغيتش تتعرف بها؟ كيف؟ ما فهمتش أنايا. أنا قلت لكم كي تقسم البلاد هكذا، ماشي من انفصاليين، منكم أنتم، من أونس هذو تاع سميتو، من أونس هذو تاع طائفية، لأن أنتوما عندكم الفينونسمون، عندكم الناس اللي السعودية هذه ولا قطر ولا الإمارات ولا أي البلد مدى بهم، ولا تركيا أيتها الإخوان، مصر منا مدى بهم يحكموا الجزائر بالأشياء هذه تاع العقيدة الإسلام واللغة، مدى بهم يديركم الحبل، يجبدوكم كي يستحقوكم، كي يروحوا مثلا يقولوا ما هو عدد المسلمين في العالم، يزيدوا كاع 43 مليون، يقول لك شحال من العرب اللي كاين في العالم، يزيدوا كاع 43 مليون. بس كي يديروا حاجة مهمة للتقدم يخليكم، يقول لك انا ما نستحقش هادو الناس، هادو النعاج، يقولوا لكم انتوما نعاج تباع فقط، لازم انت الحبل هذا تقطعه تهلا في البلاد تاعك. كاش هذه، انا قلت لكم كي يولي القزو اللي يحكم، ما كاش هذه ديمقراطية، ما كاش هذه العربية، ما كاش هذه الدين الإسلام، ما كاش هذه القبائلية، ما كاش هذه الأمازيغية، ما كان والو. عندك الوطن أوكي، وعندك قوانين، واش صار في دارك؟ بغيت تهضر مع، انا شفت انا وناس يهضروا بالدارجة يعني بالفصحى لولادهم، هذاك شأنك، ولادك من المفروض انت تربي، لان الاولاد هذو لازم يكونوا دي كادر في المستقبل تاع لي طايتو. لسوء الحظ 20 سنة هذا، وحنا نربيو في الناس اللي خرجت اليوم اوكي، خرجوا من الدار تاعهم، عندهم اكسكيوز مي، عندهم هذا التعسف هذا باش يكرهه اوكي. يعني كي تكون وحده رئيسه حزب وتقول لك لو كان بنتي تقرا الامازيغيه نقتلها، دونك واش راهي دير مع الطفله هذه في الدار؟ تخرجها يعني مزيره هذه كي تكبر وتولي صالحه في المجتمع؟ امبوسيبل. انا ما نشوفش يماها، لان على بالي كيفاه يماها ثاني، كيفاه ناضت كي كانت ايتيديون تيتو، صارت في واحد المسار هما ضد الجهه، هذوك اللي علموها خرجت من مدرسه مضاده دائما، تكره القبائل المدرسه هذه. وانا بارتيسيبيت، ماشي بارتيسيبيت، حضرت في بومبارداس الى محاضره تاع البوس تاعها، ايه تشوف الكره هذا عندكم مده وانتم ما راكم تغذيو، لان كاع هذو خرجوا من نفس المدرسه، انا نحطكم كاع في اقامه جبريه كاع كما راكم، لان انا راكم تغذيو الشعب الثاني، لان هناك شعب في الوسط، الشعب هذا مسكين ما على بالوش واش يدير، اش يتبع هذا ولا يتبع هذا. نحينا روحنا من رشاد، لان رشاد كيف حكماتكم؟ حكماتكم رشاد بالعربيه وبالدينيتو، دونك تلقى روحك اسكو نروح مع الماك ولا نروح مع رشاد؟ ماذا بيا نروح مع رشاد، لانه ما عندهم علاقه مع الدين. دونك رشاد دات الفلومبو، لان على بالها بلي الشعب الجزائري ما مسي هذوك الأناس يسيبورتيو لي تيروريست، يروح معاهم، لأن الشعب الجزائري لا ماجوريتي مسلم. تولي انت اليوم تخلصنا من هذاك الزفت هذاك تاع رشاد، لأن اليوم رشاد راهي تتخبط بيناتهم، هذا يتاكل مع هذا، ما مسي هذاك بعد ما دارش لا فيديو على الانسيدون هذاك تاع فرحان، نخصص له فيديو واحد لانسيدو هذاك الانسان اللي راح يضرب فرحان،
دونك انا عندي دي زيبوتيز بزاف على هذيك. اوكي، اسكو جا من رشاد باش يهيج منطقة القبائل؟ اسكو جا منهم باش يعطيو القيمة لفرحة المهنيين افون لا مارش هذيك تاع باري؟ لازم نديرو كاع هذا لي زيبوتيز. انا ما نديش فقط واحد نقول كام مسكين، باسكو عندي انا واش ندير له لا فيديو بور دينونسي هادو الناس هادو اللي ضربوه، ميم سي ما على باش اللي ضربوه ولا لا لا، عندي دي زيبوتيز. كي شافوا الماك خرجوا من المجموع هذا رشاد، لان كانوا في زوج يروحوا اونسون باش يطيحوا الثور في زوج، دونك الماك هذا قال انا ما نمشيش مع هذوك الناس. كي تشوف سعيد سعد اللي كان ضد الماك ولا يسيبورتي الماك، قال لك انايا جو لي سوتيان باسكو راهم ضد رشاد. كاين بزاف اللي راحوا سوتيان الماك، لان علاه؟ لان شفنا رشاد راهي تضرب. اليوم هادو راحوا رشاد هادو على بالنا باللي يروحوا، يوم يروحوا نلقاو اناس داخل الوطن داروا الفلومبو هذاك، يهدروا قبل ما يبدا لا فيديو، يدير لك لا فيديو تاع نص ساعه 10 دقائق، يهدر لك بالايات، يجيب يقول هو الله احد. علاه؟ لان على بالو الاناس هادو مساكن يتعاطفوا بالدين، يتعاطفوا بالمسجد، يتعاطفوا باللغه يتو. ومن بعد انت كي تعطي له كاع هذا كيما يقولوا سيداتيف، يعني تضرب له تشكه بعد يروح بالنعاس، ومن بعد واش تزيد له في الفيديو هذيك يقبله. دونك هذه سي اون ميثود داعشي جديده. دونك انت كي تحسب روحك راك جورناليست وراك تدي الانسان مع الاناس معاك يتو، انا ما تغيظنيش، انت يغيظوني الناس اللي يتبعوا ما على بالهمش. ما تقولش ان كاين الناس يستعملوا اللغه، سي فري كومين فونت كوميرس، لازم تفهم اوكي الكنايه هنا، ماشي فقط ريدو يحل يدير يبيع الامازيغيه، لازم تفهم لا دروغ تبيعها فيزيك. اوكي لازم تفهم. دونك نلقاو اناس نفس الشيء، يجيب لك كاع القران، يجيب لك الدين، يجيب لك الاسطوار، يقول لك لا لا هذه تضرب في الدين، تضرب في النبي، تضرب في القران. حتى واحد ما ضرب، حتى واحد ما ضرب. لازم تديروا ان ديفيرونس على لي بوليتيسيان اللي يجريو في الساحه كهكذا، يجري ويدير معك مناظرته، وهذاك الانسان القبائلي اللي مثلا محى العربيه من البلاكه هذيك تاع طريق. لازم دير، ما تجيبش هذا مثلا، هذا سي اسميتو هذا السابوتاج، هذا واحد مثلا راح دار لا بانتور هذيك تاع العربيه، هذاك استنى سيدون وحده، لان هناك تطرف موجود وناس ما يبغيوش مثلا. ما تجيبش هذاك مثلا لانسيدون وتدخلو دون اون ديسكوسيون تاع لا بوليتيك. انت راك دير مع مثلا مع دي جون هكذا في المحاضره، تجيب هذا كمثال، لان هذا حادثه وحدها ما على بالناش شكون دارها. دونك السلطات باش تحمي هذا، لان هذا ملك الدوله، ما تقدرش اسرائيل واسرائيل اللي تقولوا نتوما كاين العبريه العربيه لونجلي في كل الاماكن، ميم سي داخل المنطقه بارتو، بصح حتى واحد ما يكسرهم. نتوما في المناطق العربيه تخلعوا، تشوفوا حاجه بالامازيغيه تخلعوا. شفتوا وين وليتو؟ بيان سور هو يقول لك انا ما ديرليش حتى حاجه في بلادي. دونك باش تبدا انت، باش ما تشوفش الحاجه اللي ما تحبهاش، لازم تبدا انتايا باش ما تعطيش الحجه، باش ما ديرش اشياء اللي تقلق بهم اي واحد اخر. ميم سي عندي شويه هكذا في القلب تاعي، بصح نشوف واش
يحمي البلاد واش يحمي الأمة جميعا. لأن في دارك تروح لمرتك ولا تروح ليماك ولا تهضر لها تقولها أنا نكره القبائل، هذاك شغلك. لأنك شوف لو راسيزم ما هنا في أمريكا، أوكي، كي يكون واحد راسيست لروحه ما يخرجوش، ما يوليش كرايم، ليست جنحة كي يكون واحد عنصري. علاه؟ لأن خلى هذه الأشياء ليه. أن مثلا نقول نكره واحد العرق ما نخرجوش، هذاك شغلي. ومن بعد وقتها يولي جنحة ولا جريمة كي تخرجوا نتايا، سواء تخرجوا بالكلام ولا تخرجوا بالأفعال، تروح تضرب واحد كحلوش ولا تروح هكذا كيما تطعن في مثلا في منطقة معينة، هذه جريمة، أوكي، لأن خرجت هذاك الكور هذا. كي تخرجوا بالهضرة ولا تخرجوا بالأفعال يولي جريمة. بس انت اكيد كارديه لروحك، ممسي ما تحبوش، تكره القبيلية، تكره المسيحية، تكره هذيك، تكره هذه، لو فات كو دونك مانيفيستي هذاك الكور هذا يولي جريمة. دونك انت واش راك دير؟ دائما دير 5 تاع لي فيديو في النهار، الشغل تاعك غير على هذا، الأمازيغية وملأ ما. ومن بعد يقول لك بوتفليقه هو اللي خلانا الامازيغ، بوتفليقه ما على بالوش باللي يخرج، فهمت؟ بوتفليقه ما على بالوش باللي يخرج كي داروا الامازيغ. يعني انا قلت لك اليوم هناك قوانين تحمي هذه الاشياء هذه. دونك الدوله لازم تكون اذكى منكم ومن هذوك الناس اللي يوضعوا القوانين العالميه. دونك الى انتم ما تفطنتوش لهذه المشكله، إلا ما تفطنتوش لهذه المشكلة، يولي مشكلة كبيرة، يولي مشكل كبير. ما تو انت العاطفة من الإسلام يدير لي لغة أخرى في الدستور، لا يدير لي عرق واحد آخر. الدستور يحمي كل الناس، هكذا الدستور يحمي كل الناس. دونك انت اليوم عندك الجزائر هذه، لازم تدير دستور يوافق كل الأطياف. ما نشوفش انا واش يقول لي جاب الله مسكين ولا لما المقري ولا، لان انا على بالي لا فيزيون تاعو. الناس اللي راهم داخلين في الحزب تاعو يكرهوه. علاه؟ لانهم يستعملوا هذاك الانسان، يا اخي يستعمل الدين كوم ان فوند كوميرس. لازم تنحي الدين مالا من اسم من لا كونستيتيسيون، فهمت انت؟ اليوم الواحد اللي يستعمل الدين يقول لك انا حزب اسلامي تو باش يجيب بزاف الغاشي عنده، هذا نقولوا او بزنس بالقضيه. لازم تفهم انت، بصح نتوما ما عندكمش الذكاء السياسي، ما تقدرش انت تخلي شويه من حقك باش تجيب بزاف الناس عندك. اليوم عندك قضيه معينه، عندك بلاد باش تحميه. دونك الدولة تقول كان يا ما كاش مشكلة راني نشري سلاح لميسيل نشري، بصح الجبهة الداخلية ما راهيش محمية. الجبهة الداخلية ما راهيش محمية، هذا يكره هذا، هذا يكره هذا. كاين بلدان اليوم، ياك راكم بغيتو توليو لي باتيمون لي غراتسيال ثقافة سياحية، كاين بلدان اليوم لو كان تهدر انت هكذا في اليوتيوب، كلمة واحدة اللي تقيس انت العرق الاخر غدوه من ذاك يجيو يديوك، ما عندكش الحق تهضر، ممشي تكرهو ما عندكش الحق تهضر هكذا، امبوسيبل. وبلدان اليوم راهي متطوره، عندها كيما جي دي مليح شويه داخل بي بي مليح شويه، جي دي هذا حاجه واحده. دونك باش تولي انت في القمه هذه، لان هناك الناس هكذا عرق منا عرق منا عرق منا، كل واحد يجبد يقول كان هو الصح. في الاخر مشكله واش راكم ديروا اليوم؟ راكم تزرعوا البغض والياس كيف كيما هذوك تاع برا. ومن بعد شكون اللي جاب واش تفوطي نتايا ولا فوطيت؟ لا فوطيت نعم، كيما نقولوا هذا الشوا تاعك.
خلي الناس الاخرى تخمم بالراي تاعها، لان كي تسمع واحد كيما نتايا ونشوف الناس بزاف يقولك صحيت خويا صحيت خويا، مشكله هذه مشكله. انا ما نلومش هكذا الشعب هذا، لانه عنده زوج ملاينه يتبعوا امير دي زاد مع الزيتون، هذه مشكله. واحد يفرش لك الرذيله وما يعطيكش يعني حاجه باش تبني بها بلادك، بصح تلقاه كل يوم يتبعه زوج ملاين. هذا تخلع هذا في الشعب هذا. دونك بصح الشعب ما يحبش واحد يقول له انت راك غلط انت، اوكي ما يقولكش واحد علاه ترمي الوسخ، علاه تكسر، علاه تضرب، علاه ترمي يماك، علاه دير هذه، يغاضوا الحال. يقولك هذا ما نشوفوش كاع يعني. يضربني دائما كي نحل لا فيديو تاعي، يقولك هاي الوسخ منه، لان دائما نعم الشعب عنده لا ريسبونسابيليتي مهما كانت الدولة مهما كان النظام هذا، بصح الشعب عنده اين ريسبونسابيليتي امام الله وامام العبد تاعو. سي ان بروبليم فريمون، سي ان بروبليم. كي نشوفوا اناس خرجوا زعما من مدرسه جديده هكذا، اوكي ما عاشوش هذاك الوقت تاع التعسفي، نقولوا مثلا هذا سي ان برودوي مساكن خرجوا من هذاك التعسفي. ايه اليوم رانا في 2020 وما زال الناس راهي تهدر اسكو نعطيو الحق للامازيغ ولا ما نعطيهمش. ايه يديو الحق هذا، يديوه بغيت ولا كرهت، هذا لازم تفهم هذا في راسك. ما ولاش شيء تاعك ولا تقدر، ميم سي كاع يفوتيو 100% يفوتيو لا على الدستور هذا، بصح هذاك يقعد حق. وثانيا ما لازمش الاناس من الجهه واحده اخرى يقول لك لا لا العربيه هذه، انا قلت لك لا الامازيغيه يا العربيه يطوروك، لان عندك بولون في الراس تقرا كاع حياتك كاع. شوف 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 تقرا، راكم تهضروا على نوفمبر زعما واش صرايت، شوف نوفمبر دو زون دو سا دو زون دو سا، واحد نوفمبر عندهم من 10,000 ايتوديون راحوا يديروا التست في لومباساد دو فرنسا من كل الجزائر. ياك عندك انتايا 18 سنه وكنت تقرا انتايا بالعربيه، 18 سنه تقرا بالعربيه، دونك واش درت؟ رحت جبت انتايا تروح دير الدبلوم تاعك، تروح دير على عندنا كما نقولوا ترانسليشن، هذوك لي تراديكتور داروا الدراهم بزاف علاه، باسكو انت تخرج الاوراق بالعربيه، يروح يدير التست بالفرنسي، يعاود لكاع لي بابي تاعو بالفرنسي، يخلي لك البلاد هذا. شفتو؟ دونك على ما تتفتش من اول الامر باش الناس هذه ما يكونش عندها العقدة على يديرك التست، ايه باش تخرج من بلادك تروح لبلاد واحد اخر. ومن بعد يقول لك البرومي نوفمبر اللي دارتو التست ها، شتو دونك البروبلام؟ ايوا كاين اشياء انت تتحسب فيها روحك باللي عندك الحق. كي يقول لك واحد مثلا هدن شويه الاوضاع، فهمت؟ العربيه هذه ما جاتش فقط موجوده 100%، طورت عندك سنين وسنين الناس تهدرها ديفلوبي فيها، اليوم دخلت لا تكنولوجي تروح لورديناتور تكليكي هكذا بالعربيه تو، هي مده اوكي. ما تكونش باللي امبوسيبل تصرا مع اللغات الاخرى اوكي، لان الانسان يتطور. دونك اهلك ولينا الى مرحله وين الناس راهي تطور. مثلا اليوم كوريا الجنوبيه كي دارت اللغه تاعها،
يعني أول مرة كانت عندها نفس اللغة مع كوريا الشمالية، وعندها مثلا بغات دير اليابانية ولا الصينية، بصح الناس لقوها بزاف صعيبة باش يتعلموها. خلقوا اليوم لغة وحدهم في يعني كمان وقت وجيز، داروا لغة عندها كما نقول اللي طرادوك الأبجدية شوية، أي واحد يتعلمها رابيد، لأن اللغة القديمة قال لك الناس ما تعرفهاش، سي ديفيسي. بصح داروا اللغة، شوفوا كيف وين ولاو اليوم. كي نشوف هكذا مثلا، والله العظيم هذوك المنبهات هذوك اللي نشريو ايتو، مثلا كي يوصل الوقت يدير لك مثلا اذان ايتو، ايه راك تجيبهم من الصين، بس داروا لوجيسيال ايتو اوليو يدير موسيقى واحده اخرى يدير لك الاذان ايتو، ولا كاين اشياء راهي تخرج بالعربيه ايتو، لان سي ان كوميرس، عندك 500 مليون واحد يشري هذه الاشياء هذو، دونك هذو الناس راه يدير تنفيستي في العربيه. ندير اون اوتر فيديو لان طولت في هذه.